une compagnie aérienne saoudienne qui vient de commencer, on l'a ramené pour investir au Maroc sur les directives de Sa Majesté Hafidahullah wa Nasarah, Nktoum l'Istithmar fil Bled Diyalna, et créer des offres d'emploi. On opère sur pas mal d'aéroports du Maroc, puisque cet aéroport du Maroc, Tanger, Marrakech, Casa, Fès, Oujda et Rabat, et on a des staffs partout dans ces aéroports. On a un siège à Casablanca. On dispose des avions Airbus 340 pour une capacité de 347 passagers. On essaie d'aider tous les gens qui vont partir à l'Amra, l'Hajjaj Diyana, Mouammirine, en leur offrant 3 pièces de bagages de 23 kg par pièce, plus 10 kg à bord, plus Medzemzem, au total de 89 kg qu'on leur offre avec des prix compétitifs. Et alhamdoulilah, à l'intellaqa de cette année. اليوم تنحتفلوا بانطلاق رحلة جوية وهي الأولى من المغرب إلى مطار جدة الدولي. طيران مناسك تيشتغل منذ سنة بالمملكة المغربية، والحمد لله الالتزام ديالنا والعمل الجاد والجودة اللي تنقدموها والأسعار ديالنا أعطت واحد سمعة جيدة بالسوق المغربي، وحنا مستمرين في هذا النمط. بعد الرحلات مدينة أكادير، طنجة، مراكش وفاس، الآن تندشنوا محطة جديدة هي محطة الرباط. وشعار الشركة كما هو معروف أنها تنقل المعتمر والحاج ولا المقيم والمسافر من المدينة ديالو إلى الحرمين الشريفين. نحتفل اليوم بتدشين أول خط جوي بين مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية العزيزة على قلوبنا جميعا، وهي من أجمل مدن العالم ومن أفضل شعوب الأرض حقيقة. نحتفل بانطلاق الخط الجوي اللي يربط بين العاصمة المغربية إلى مدينة جدة، وهذا الحقيقة جاء تتويج لعمل وتعاون كبير وتسهيلات من حكومة المملكة المغربية، حفظها الله وحفظ قائدها وحفظ شعبها، والحمد لله وجدنا عندكم كل التسهيلات وكل الرعاية وكل المحبة التي تساهم في نجاح مثل هذه الرحلات الجوية. اليوم نبدأ إن شاء الله بين الرباط وجدة، وقريبا جدا إن شاء الله نبدأ بين العاصمة الرباط والعاصمة الرياض بإذن الله تعالى، تسهيلا على المواطنين ودعما للعلاقات التجارية والسياحية بين الدولة. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحفظ ما أنتم فيه ويحفظ المملكة المغربية أمنها واستقرارها وقائدها وشعبها، ويحفظ كذلك حكومتنا وشعبنا ويديم المحبة والتعاون بيننا بإذن الله عز وجل. نتمنى الله التيسير، وفول إن شاء الله ميسر، لأنه خط مباشر غيكون إن شاء الله ربحوا فيه الوقت وما يكون فيه بزاف ديال المجهود البداني، وخصوصا مع المعتمرين تيكونوا في سن كبيرة، راك أنت عارف صعيب يتحملوا الاسكال في دول اخرى، صعيب يتحملوا الاسكال في يوم ولا يومين ولا ساعتين ولا 4 سوايع، كتكون صعيبه شويه. اما هو خط مباشر يكون الربح ديال الوقت، وكتكون حتى الراحه ديال الانسان. شكرا لله.